محمد شريف نائب رئيس الاتحاد الإفريقي والمسؤول على تنمية هذه الرياضة بشمال إفريقيا. احنا اللي يعني اليوم ان الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال تتسهر على برنامج عبر التراب المغربي من تترمي من خلاله الى التعريف بهذه الرياضة والى تكوين مدربين وحكام لهذه الرياضة، لأننا تنعرفوا بأن دون في حالة غياب الأطور ما يمكنش تنمو أو تقدم بهذه الرياضة. يعني لهذا في إطار الحكمة الرياضية اللي ارتأت الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال تمشي فيها، أن دابا عبر التراب ديال المملكة قررنا بأن غادي نديروا مجموعة ديال المحطات للتعريف بهذه الرياضة وتكوين لا بالنسبة للرومات من خلال الجمعيات ديالهم ولا بالنسبة للمدربين والحكام، وهذا كله بهدف يعني تنمية هذه الرياضة والسير في إطار ما ملاته على الجامعة إن شاء الله وإيمانها بك الحكمة الرياضية التي إن شاء الله غادي نطلعوا منها نخرجوا منها من الميدان ديال الهواية الميدان الاحترافي إن شاء الله. المسابقات المستقبلية ضروري أن عندنا محطات كبيرة، محطات يعني كاين بطولة ديال المغرب، كاين الكأس، كاين كأس محمد يعني السيدي محمد السادس، كاين لالا خديجة، يعني عدة محطات وطنية وكاين محطات دولية إفريقية ودولية على راسها مثل يعني البطولة ديال الشبان اللي غتكون في الجزائر والجيمنازيا اللي غادي يعني عدة محطات لا وطنية ولا قارية ولا إفريقية ولا دولية. من أبطال المغاربة؟ الحمد لله. واخر ما يمكن نقول لك التتويج ديال المغرب هو انه في بالنسبه للالعاب الافريقيه للشبان خدينا ان شاء الله 3 ميداليات ذهبيه. بنينا استراتيجيه ديالنا على توسيع دائره الممارسين بهدف اكتشاف الابطال اللي يمكن نقارعوا بهم على المستوى القاري والمستوى الدولي. فضمن هذه الاستراتيجيه باش ديال توسيع الدائره كان لزاما علينا باش نخدموا القواعد، والقواعد باش نخدموها هو اساسا التكوين ديال مكونين اللي غيدربوا لنا في الانديه باش يكونوا عندنا انديه نفرخوا انديه وممطو نجلبوا ابطال اللي غيمارسوا هذا الصنف الرياضي. باش يمارسوا خصهم يكونوا على علم بالقواعد ديال اللعبه، قواعد. وحنا من هنا باش ارتئينا اننا نكملوا على المسار اللي كانت فيه الجامعه القديم، غير زدنا فيه هذا العام طورناه مستغلين بذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الديجيتاليزاسيون، لا في ملء الاستماره لا في دورات تكوينيه اللي خديناها عن بعد واللي كان شارك فيها في الاول 164 مشارك شطينا منها 110، كاين اليوم في قنيطره تقريبا 30 اللي تخصصت في التدريب، وكاين حوالي 80 في الدار البيضاء، ولكن هي فيها قسمين، قسم مختص بالتدريب وقسم مختص بالتحكيم. هذا اليوم احنا جد فرحانين بهذا الشغف اللي لمسناه في هاد الناس اللي جاوا اليوم يشاركوا، سواء منهم الناس اللي كان منخرطين في الانديه الوطنيه او منهم الناس اللي اساتذه ديال الرياضه مثلا، ناس مثقفين عاليين اللي بغى عندهم اهتمام بهذا الصنف الرياضي. سي حميد، هذه الرياضه
أكيد مظلومة إعلاميا، وهذه مناسبة عندك كرئيس الجامعة أنك أي واحد بغي ينخرط أشنو خصو يدير، شو المسلك اللي خصو يتصل. فإحنا فعلا إعلاميا تقصر في حد في حق هذا الرياضة، وإحنا فين ما مشينا كناديو أننا وكنا نلتمسوا من رجال الإعلام أنهم يسهروا على التغطية ديال الأنشطة الرياضية ديالنا ويواكبونا باش يساهموا معنا في التعريف بهذا الصنف الرياضي، وهذا الرياضة رياضة شريفة نبيلة وجات في أقاويل سيدنا عمر: علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل. احنا محظوظين نظرا اللي عندنا هذه انطلقت تقريبا، هذه الرمايه انطلقت من عندنا احنا كعرب، وان كان انه الانسان في الاصل اول رياضه اللي مارسها وهي الرمايه مارسها اضطراريا باش يزاول المهنه ديال القنص ويصيد ما يقتات به. احنا دابا احترفت الامور والامكانيات موجوده، كنتمنوا ان الاخوان اللي يستافدوا من هاد الورشات التكوينيه يفرخوا ويعطيو عطاء ميداني، وهذا الشيء غيكون تم المواكبه ديالو والتتبع ديالو عن قرب عبر الانديه الوطنيه اللي اشد بحراره على يد كل السادة رؤساء الأندية اللي كيوصل العدد ديالها دابا 43 بشكل رسمي، وهذا رقم جد محترم. كان ناهيك عن الشراكات اللي دابا حنا كنطوروها وكنعقدوها مع مؤسسات جامعية على المستوى العالي، آخرها كان لون سي جي في الدار البيضاء، وحنا دايرين على المؤسسات الجامعية في جامعة محمد الخامس الدار البيضاء، الجامعة الرياضية، جامعة بن طفيل بمدينة القنيطرة، لون سي جي ديال مدينة القنيطرة. ناهيك عن المؤسسات التعليمية ديال ليميسيون الحرة. نبغي نوجه الشكر الجزيل ديالي لكل الإخوان اللي كي يعطيو يد الله لهاد الرياضة، إداريا تقنيا و إعلاميا. لازلت ألح وألتمس من رجال الإعلام مواكبة هذه الرياضة الجميلة والجميلة جداً.